على هذه الأرض ما يصنع الدهشة، فعبق التراث الفاخر المستلهم من ذاكرة التاريخ المليئة بأحداث شعوب وقبائل احتضنتها مختلف المناطق الجزائرية ما زال يفوح برائحة ميزها التنوع الكبير. فهذه التظاهرة التي أطلقتها وزارة الثقافة الجزائرية حماية للتراث اللامادي تكشف عن بعض أسرار الجزائر. تظاهرة شهر التراث اللامادي التي يحتضنها اليوم قصر الثقافة تهدف إلى الترويج إلى لباسنا التقليدي وتراثنا المتنوع عبر مختلف ولايات الوطن. رائد الفرة مصنع أكسسوارات فلسطيني وأحد المشاركين في التظاهرة يروي لنا قصة ولوعه بالتراث الجزائري الذي أصبح شغفه، فهو الملم بخبايا هذا العالم المدهش. استطاع أن يبدع في مهنته التي يستلهم تفاصيلها من الذاكرة الجزائرية. بحكم الدراسة درست في تلمسان، لما دخلت الجزائر في التسعينات دخلت كطالب ندرس في ولاية تلمسان. بحكم الدراسة وأصدقائي عرضوني للأعراس، شفت التراث التلمساني أو التقاليد والعادات التلمسانية، اللبس مختص بهم. وبدت الحكاية معي أنه عندي صديق كان عنده أتولي، أتولي هو يخدم فيه الأشياء هذه تاع التلمسان، فشفت التلمساني كيف شكله، كيف اللباس، كيفاش لازم هذه اللبسة تلبس مع هذه، هذه مع هذه. وخلف تفاصيل كل لباس أسرار وأساطير، والشدة التلمسانية والتي تعتبر اللباس العربي الوحيد الذي صنفته منظمة اليونسكو كتراث لا مادي للإنسانية لا تقل قصتها روعة. لباس الشدة هو لباس تقليدي تراثي جزائري يجمع عدة حضارات في لباسه، من الفترة الأمازيغية المتمثلة في الفوطة، الفترة النوميدية المتمثلة في البلوزة، كذلك القرفطان الذي يعود للعهد العثماني، إضافة لصناعة الفتلة والمجبود التي تعود للفترة الأندلسية. هو التراث الجزائري الذي توارث أبا عن جد، لن يأفل نجمه ولن ينطفئ نوره، الذي لطالما كان منارة لأبناء هذا الوطن. هي تظاهرة أريد بها تكون تذكرة سفر تأخذ الزوار إلى عوالم التراث الجزائري الكبير لتحكي لك عن بعض أسرار بلد يلخص في تفاصيله جمال العالم. من الجزائر، سارة بانا اليوم.